السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما شفنا ان احنا ممكن نقدر نعمل ملف جديد على اساس نحط فيه المشروع بتاعنا، وبعد كده اقول له فيو، والملف دوت اقدر في اي وقت ادخل فيه اي ملف، اد فايل، وادخل اي ملف انا عايزه. اول ملف ده يدخل سهل جدا ان انا بعد كده اعمل له موف، اقول له موف مثلا من ناحية الاكس مثلا 2000 مثلا، فيبدأ يزيح الملف كله. من ناحية الواي مثلا 5000، فيبدأ يزيحه 5000. الالفيشن بتاعه اقدر اعدل فيه، اقدر برضو اعمل له روتيت، اقول له الروتيشن ستارت مثلا من هنا لهنا. اقدر اعدل برضو، اكتب الارقام لو انا عايز. الالاين اقدر اعمل الالاين، ممكن اقول له مثلا من هنا لهنا، عايزها تبقى من هنا لهنا، فيبدأ يعمل الالاين بالشكل دوت، او ان انا اكتب الرقم اوتوماتيك. اقول له مثلا اعملها لي 33 بالشكل ده، يبقى انا عملت اديت للموديل.